استطعنا عبر طرق وعرة الوصول إلى داخل غابات دونيسك لنلتقي كتيبة المدفعية قصيرة المدى (117) للقوات المسلحة الأوكرانية بمواقعها القتالية في دونيسك هذه مدفعية ثقيلة وهي مدفعية مساحات وتكون أكثر كفاءة عند استخدامها في مساحات واسعة نطلق منها النار حسب الحاجة من عشر راجمات إلى عشرين أحيانا وبعض الأحيان خمس مرات وقد نطلق جميع الصواريخ الأربعين على القوة أن تكون مختبئة بهذا الشكل تحت الأشجار وأن تخبئ راجمة الصواريخ جيدا حتى لا ترصدها مسيرات الاستطلاع الروسية فالأنظمة الصاروخية تخرج من مخبئها عند صدور الأمر ووصول الإحداثيات في هذه الأثناء نسمع صوت الطائرة المسيرة تطير في المكان الذي نحن فيه لذلك سوف يبقوا هادئين تحت الأشجار في هذا المكان دون أن يصدروا أي حركة حتى لا ترصدهم هذه المسيرة أو الطائرة هي في الغالب طائرة استطلاع وقت الاستعداد 20 دقيقة يورا إلى القتال يورا دوبويا بعد صدور الامر من القياده تتحرك قوه الاطلاق مسرعه الى موقعها حيث تبدا في تجهيز نظامها الصاروخي للاطلاق ووضع احداثيات موقع الهدف ثم اطلاق راجماتها معظم الجنود هنا من المتطوعين المتعاقدين في الجيش الذين ساقتهم رغبتهم للدفاع عن بلادهم روسيا هي عدونا هذا امر مؤكد هم الذين جاءوا الى ارضنا نحن جميعا نناضل من اجل مستقبل واحد متحدين حتى نعيش نحن واطفالنا على ارضنا الاوكرانيه كان الامر مخيفا كنت جالسا في المنزل فشعرت بشيء في قراره نفسي يدفعني للمجيء الى هنا فقررت الذهاب للدفاع عن وطني هذا السلاح السوفيتي القديم راجمات الصواريخ من طراز جراد يقاتل في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية ضد الروس من أعماق أدغال دونيسك من خط النار العربية والحدث حصريا تنقل لكم هذه المشاهد وتقف على أوضاع القوات المسلحة الأوكرانية الكتيبة 117 مدفعية لقناتي العربية والحدث حذيف عادل من جبهة بخمود